نتكلم عن ان قد ايه التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي نموذج مشاركه بين مؤسسات المجتمع المدني، خصوصا طبعا زي ما حضرتك قلت دكتور انه بيضم 32 كيان خدمي وتنموي من رواد العمل المجتمعي في مصر، وكل الجمعيات دي عندها خبرات كبيره في العمل الاهلي، عشان كده يمكن شفنا تنوع في الخدمات اللي بيقدمها، سواء كان النوع ده من الخدمات دعم نقدي او دعم غذائي او رعايه صحيه وطبيه، طبعا بالاضافه للخدمات التعليميه والمساعدات الاجتماعيه للاسر الفقيره والايتام. خلينا نتابع مع بعض التقرير اللي بنشوفه ونرجع تاني نكمل حلقتنا. في مارس من العام الماضي دشن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وذلك بعد أن سبق وأعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدني. هنا بدأت مسيرة جديدة نحو العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. انطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة لكبرى المؤسسات العمل الأهلي والتنموي، وطرح مجموعة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتعددت جهود التحالف لتشمل الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية. وحقق التحالف أيضا العديد من الإنجازات، أبرزها تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات ل 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا. التحالف الوطني أيضا نجح في ضم 32 كيانا خدميا وتنمويا من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة، وصل إجمالي المتطوعين فيها لنحو 250 ألف متطوع ليقدموا خدماتهم لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر، فضلا عن دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية واستقبال 5 ملايين مواطن في مراكز طبية تابعة لجمعيات التحالف الوطني. استطاع أيضاً التحالف أن يرسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، والدخول في مشروعات مشتركة مع التخطيط بشكل مسبق لضمان التحقيق الكامل والتكامل بين المؤسسات الأهلية. ولا ننسى أيضاً المبادرة الاستثنائية كتف في كتف، والتي كانت أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، شارك فيها 50 ألف متطوع، استهدفت تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً. يعني يمكن تابعنا التقرير اللي رصد دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في صنع السياسات والقرارات ودعم المواطنين الأولى بالرعاية.